اسمي احمد السمان، انا اي تي كونسلتنت في اتش بي لمنطقه شمال افريقيا وليفانت وايجيبت. يشرفني ان انا اكون معاكم النهارده عشان نتكلم على الكلاود كومبيوتنج برسبكتيف عامه، ونتكلم على الاوت لوك والترندز اللي موجوده فيه عشان تساعدكم بعد كده ان شاء الله في مشاريعكم المستقبليه. الاجنده النهارده هتكون هنقدم اول حاجه اوفر فيو عن الكومبيوتنج تكنيكس، بعد كده هنتكلم على الكلاود كومبيوتنج بصفه خاصه، ايه الاتريبيوتس اللي تميز الكلاود كومبيوتنج، يعني ايه اللي يخلينا نقول ان احنا شغالين في كلاود انفايرمنت، وبعد كده نشوف الدليفري مودلز والديبلويمنت مودلز، ايه الفرق بينهم وايه الموجود وايه المتاح قدامنا ممكن نستخدمه في مشاريعنا المختلفه. والكلاود امبلمنتيشنز دي هنشوفها اثناء ما احنا بنتكلم على الدليفري مودلز المختلفه للكلاود كومبيوتنج ذيس دايز. اخر حاجه يبقى في اوبن ديسكشن. انا يعني اسمحوا لي ان انا اخلي السيشن انتر اكتف، لان حاسس كل ما بقت السيشن انتر اكتف كل ما استفدنا كلنا اكتر. انا احاول انقل المعلومه اللي عندي واحاول استفيد برضو من معلوماتكم، فلو حد حس في اي لحظه انه محتاج يستوقفني يتفضل، ونناقش مع بعض النقط اللي هنتكلم فيها. قبل ما نبتدي بس احب اعرف برسنتج قد ايه من الحاضرين باك جراوند ساينتفك او انجينيرنج. ما شاء الله. طيب وبزنس باك جراوند؟ ممتاز ممتاز، يبقى انا في المكان الصح تقريبا ان شاء الله يعني. طيب ايه الكمبيوتنج تكنيكس؟ هو يعني ايه كمبيوتنج اساسا؟ حد خطر في باله قبل كده يعرف كمبيوتنج يعني ايه؟ شباب الانجنييرنج اللي كانوا بيقولوا انجنييرنج وساينتفك. داتا بروسيسنج. تمام. تو هبروسيس الداتا عشان ايه؟ او بوصل منها لايه؟ انا سامع حاجه كده. اتفضلي. تمام تمام اوكي، الكلام بتاعكم كلام صح. احنا بنعمل بروسيسنج على داتا ونطلع منها فاينل ريزلتس. الريزلتس دي في كافه المجالات اللي احنا محتاجينها. بمعنى اخر الكمبيوتنج ده ديفينيشن واسع قوي، ليه اكتر من صيغه لتعريفه. ما احد الصيغ دي اللي هي موجوده قدامنا دلوقتي بنتكلم عنها، بنتكلم عن بيلدينج وديزايننج هاردوير وسوفتوير كومبوننتس عشان نعمل بروسيسنج لديتا بصوره ما، وستراكشرنج ليها عشان نقدر نطلع بديسيشنز زي ما قلت لكم. فممكن نقول مثلا لو هنعمل ساينتفك ريسيرش، الجينيتك اناليسيس فور اكزامبل، تحليلات البورصه، تحليلات الويذر، الحاجات دي كلها بتستهلك كومبيوتنج باور زي ما احنا بنسميها، او بتبقى كومبيوتنج مودلز في مناحي الحياه المختلفه. في برضو عندنا الارتفيشال انتليجنس سيستمز اللي هي بنقدر نبيلد بيها انتليجنت انف سيستمز تو كوب وذ ديفرنت بزنس نيدز. حاجه بقت مشهوره جدا دلوقتي في البيزنس اناليسيس والبيزنس بوجه عام، الداتا مايننج والبيزنس انتليجنس، وده كله محتاج هيفي كومبيوتنج او هيفي بروسيسنج باور عشان نقدر نطلع بالنتيجه ان ريال تايم للبيزنسز المختلفه. طيب الحقيقه الكمبيوتنج مودلز ابتدت من زمان، بايام ما كان في بانش كاردز واجهزه مين فريمز، وكان الموضوع الكمبيوتر ده نادر قوي ان حد يبقى عنده كمبيوتر. كان في اماكن محدوده هي اللي عندها الكمبيوترز، ومن خلالها بنقدر نعمل بروجرامنج او الكمبيوتنج. الموضوع اختلف طبعا مع تطور الدنيا، بقى في من اشهر المودلز اللي هتكلم عنها النهارده حاجه اسمها الكلاينت سيرفر كومبيوتنج. الكلاينت سيرفر كومبيوتنج نتيجه التطور اللي حصل زي ما قلنا، قدرنا نعمل سنترلايزد ريسورس ده يعمل بروسيسنج او كومبيوتنج وبنسميه سيرفر، وديستريبيوتد ريسورسز كونكتد ليه بصوره او باخرى. هنبص برضو هديكم بريف عن الصور دي عشان يقدر يعمل مانيبيليتنج للبروسيسنج او الكمبيوتنج باور الموجوده في السيرفر. السيرفر التراديشنال موديل خالص اللي هو لو قلنا زي ما الكتاب ما بيقول، بيبقى عباره عن سيبريت ماشين، والكلاينت بيبقى another separate machine او اكتر من client another separate machines. الوضع طبعا مع تطور الدنيا والconvergence ما بين البروسيسنج باور للسيرفرز والبي سيز، بقى ممكن دلوقتي يبقى عندنا السيرفر، ممكن السيرفر برضه ما يكونش ككومبوننت هاردوير لوحده، لا ممكن يكون سوفت وير كومبوننت بتقدم السيرفيس لمجموعه من الكلاينتس التانيين. طب حد فيكم يحب يديني اكزامبلز عن كلاينت سيرفر مودلز موجوده في حياتنا بنستخدمها؟ تمام تمام. يبقى الداتابيز لو عندنا سنترلايز داتابيز، لو تخيلنا مثلا البنك
قاعدة بيانات العملاء كلها. التيلرز اللي موجودين بيتعاملوا مع قاعدة البيانات دي هم دول الكلاينتس. عدد الكلاينتس دول عدد كبير جدا في الاخر بيعملوا اكسسنج للسيرفر اللي عليه الداتابيز بتاعتنا. في برضو مثال مشهور قوي بما ان احنا النهارده بنتكلم على حاجات ريليتد اكتر للانترنت، البراوزرز. اي انترنت براوزر بيكونكت بعد كده على سيرفر في الباك جراوند، بيعمل هو السيرش او داتا مايننج ويطلع لي الريزلتس قدامي. فلكم الحق ان تتخيلوا عدد الكلاينتس الموجودين مع سيرفر او مجموعه سيرفرز في سيرفر فارم بيبقى قد ايه، وازاي كلاينت سيرفر كان سكيل اب تو ذس اكستند. في اسلوب تاني من الكمبيوتنج اسمه البير تو بير. بير تو بير من اسمها معناها في تساوي ما بين الطرفين اللي بيعملوا الحساب. في واقع الامر اللي بيبقى موجود هنا ان الريسورسز الموجوده عند واحد من النودز شيرابل مع مجموعه من النودز الموجوده معاه على نفس النتورك، وبالمثل الناس اللي بتشارك معاه برضو بتديله ريسورسز بحيث ان هو يستخدمها. الريسورسز دي سواء فايل سيستم او بروسيسنج باور او ستورج سبيس whatever من ضمن الحاجات اللي احنا بنعمل لها ديزاين. البير تو بير نتوركينج مشهور قوي برضو. حد فيكو عنده اكزامبل؟ انا بس عايز اتاكد ان انتوا اوير بالحاجات دي. اتفضل. التورنت فايلز، البير تو بير نتوركينج، لايم واير، كل الحاجات دي. شكلك مذاكر وانت اللي هتطلع الاول. في امتحان في الاخر على فكره. طيب يبقى احنا كده قدرنا نبص سريعا على ايه الكلاينت سيرفر موديل والبير تو بير نتوركينج او البير تو بير كومبيوتينج، وفهمنا بصوره عامه الكمبيوتينج نتوركينج. طب هي ايه بقى الكلاود كومبيوتينج، او هي جايه منين وجايه ليه، هنستخدمها ازاي في حياتنا؟ الحقيقه كلاود كومبيوتينج دي كونسبت ابتدى يظهر مؤخرا بشده، وبقى نقدر نقول يعني في كتير من البيزنس ديسيشن ميكرز بيتكلموا بيها كحاجه برستيجس ان هو هيبتدي يعمل كلاود، انا هيمبلمنت كلاود عندي. طب عايزين نفهم الكلاود كومبيوتينج دي جايه منين وازاي بجد تو بي امبلمنتد، وهل هي امبلمنتد وهاو تو يوتيلايز ات بصوره او باخرى. الكلاود كومبيوتينج الفكره كلها ان انا بسمح باستغلال اكبر قدر من الريسورسز موجود عندي. ريسورسز اي مين بيها او اعني بيها الميموري، البروسيسنج باور، الستورج سبيس، السيرفيسز اللي ممكن تكون موجوده على اكتر من سيرفر او اكتر من جهاز كمبيوتر في النتورك بتاعتي. وبيبقى عندنا زي ما قلنا شيرد بول اوف ريسورسز. الشيرد بول اوف ريسورسز ده يوتيلايزد بصوره او باخرى لاداء مهمه في الاخر. طب ازاي بيوتيلايز الريسورسز دي، الشيرد ريسورسز دي؟ ده هنعرفه قدام شويه لما نيجي نتكلم على الفيتشرز. ايه الريسورسز اللي ممكن استخدمها، ايه الديبلويمنت مودلز اللي هنتكلم فيها، كل ده هيبان في الكام سلايد الجايين ان شاء الله. طيب الكلاود كومبيوتينج لما جاي تحط لها التعريف ليها اتريبيوتس. ايه الاتريبيوتس؟ اتريبيوتس اللي هي تميز الكلاود كومبيوتينج انفايرمنت، واللي لو اتوجدت في الكلاود في الكمبيوتينج انفايرمنت نقول عليها انها اتس ا كلاود انفايرمنت. اول حاجه من الاتريبيوتس دي ان انا بكون الكمبيوتينج انفايرمنت بتاعتي سيرفيس بيزد، يعني بقدم سيرفيس بصوره او باخرى. سيرفيس زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على فاينانشال اناليسز، داتابيز مايننج، بزنس انتليجنس، ويب هوستنج، ان انا اريبلاي على ويب ريكويست جايلي من ديفرنت براوزرز، وهكذا. دي اتريبيوت من ضمن الاتريبيوتس. الاتريبيوت الثانيه بتتكلم على انها سكيلابل والاستيك. سكيلابل بمعنى ما يجيش اقول الكمبيوتنج انفايرمنت اللي انا حطيتها النهارده فيت، يعني فور اكزامبل 10,000 يوزر، ظهر عندي بعد كده حاجه ان العدد اليوزرز يزيد يبقى 20,000، اجي اقول لا انا لازم اهد الدنيا كلها وابني الكلاود من اول وجديد. لا، الكلاود تو بي اوجمنتد، بحط عليها ريسورسز زياده تو بي انتجريتد مع الريسورسز الموجوده عندي، وباستخدام السيرفيس كاتالوجز والاس ال ايز او السيرفر ليفل اجريمنتس بقدر احكم كل الكلاود بعد ما حصل لها اكسبانشن بالمنظر ده. سكيلابل معناها ان ممكن بعد ما ينتفي الغرض من وجود العدد الكبير ده من الناس ننزل بالريسورسز اليوتيلايزد او الشيرد بول بتاعنا بصوره اصغر شويه عشان يبقى الموضوع رياليستيك وما بقاش بصرف فلوس كتير بدون عائد عليها. اتس شيرد يعني لان كل الناس اللي موجودين او الكلاود يوزرز اللي هيستخدموا الكلاود سيرفيسز اللي احنا اتكلمنا عليها في اول جزء دول بيشيروا مع بعض او بيعملوا شيرنج مع بعض لكل الريسورسز الموجوده دي. في فيتشر مهمه هنعرفها قدام شويه في حاجه اسمها البرايفت او البابليك كلاودنج. دي بتتكلم على اليوزج بتاعها هاو تو بي ميجرد،
لان في ناس بتقدم سيرفيس على كلاود وبتحاسب الكاستمرز عليه. ف it have to be metered by usage. يعني لازم اقول مثلا والله الكلاينت ده استخدم كذا كور من السي بي يو بتاعي وقد كده ميموري فور ا فيرتشوال ماشين لفتره قد كده، يبقى الشهر بحسابه. في بعض الاحيان برضو هتلاقوا لها ريفرنس اسمه يوتيليتي كومبيوتنج، ان هو بيحول الكومبيوتنج باور والكومبيوتنج ريسورسز بتاعتنا لحاجه شبه اليوتيليتيز زي الكهرباء والميه اللي موجوده في البيوت عندنا. اخر حاجه ودي اهم حاجه تميزها انها ديليفرد فيا انترنت، والانترنت هنا بالذات معناها ممكن تكون الانترنت ككل بالصوره العامه او سب نت منها كحاجه بيهايند فاير وول لو هي في انتربرايز او مؤسسه بعينها. طيب اتكلمنا كده عن الاتريبيوتس، عايزين نبص ايه بقى الدليفري مودلز. يعني انت دلوقتي اتكلمت عن انت في عندك شيرد بول اوف ريسورسز تو ديليفر ا سيرفيس لديفرنت كلاينتس بصوره الاستيك وجروبل اوفر ذا تايم. طيب ايه الحاجات اللي انت ممكن تعمل لها ديليفري؟ اتفقت التسميات ان احنا هنتكلم على اكتر ثلاث حاجات هما دول الديليفربلز بتوع الكلاود، وهي اللي بتسمي الكلاود. الكلاود ممكن تبقى SaaS او software as a service او platform as a service او infrastructure as a service. كل واحدة من المودلز دي بتبقى معتمدة على السيرفيس. لو انتوا تلاحظوا ان السيرفيس دي هي اساس الكلاود كومبيوتينج، فانا بقول دلوقتي ان السيرفيس اللي بقدمها يا اما تكون software او platform او infrastructure. كام سلايد الجايين هنشوف ازاي دول بيتميزوا عن بعض وايه الامبلمنتيشنز اللي في الريال لايف اللي بنقدر نستخدم فيها ديفرنت سيرفيس مودلز دي. الحقيقه التاكسونومي ده بيشرح بصوره مفصله شويه الكلاود كومبيوتنج. انا حابب بس ناخد منه الهيد بوينتس بتاعتنا عشان تبقى انتوا برضو متخيلين. انا عارف ان اغلبكم بيحب ان احنا ندخل في الديتيلز شويه. فلو اتكلمنا نبص، احنا قلنا في الاخر ان احنا عندنا سيرفيس تو بي بروفايدد. السيرفيس بروفايدر ده هو اللي بنبني عليه او هو قلب الشغل بتاعنا. في مجموعه من الناس بيبقوا السيرفر ديفلوبرز او السيرفيس ديفلوبرز. السيرفيس ديفلوبرز باستخدام الكرييشن والببلشنج والاناليتكس بتاعت السيرفيسز المختلفه والاوبن ستاندردز اللي بتمكنهم ان هم يستخدموا الكلاود ككل، بيدوا للكونسيومرز او الكاستمرز بتوعنا whatever services they are needing through the open standards برضو اللي بتسمح لأي client having these open standards ما يبقاش restricted على hardware أو software vendor معين، لا في integration زي ما TCP/IP protocol مفتوح للناس كلها. الopen standard بتاعت cloud computing برضو دي حاجة مفتوحة وناس كتير بتعمل لها deployment، مش حكر على شركة أو مسمى بعينه. طيب لو بصينا على service provider، service provider برضو بيستخدم الهاردوير والفيرموير الاوبريتنج سيستم او الفيرتشوال ماشين مانجرز الكومبوننتس دي تو بيلد فيرتشوالايزد بول اوف ريسورسز. زي ما قلنا في حاجات للكمبيوتنج ستورج نتوركينج وريفر، كل دي ريسورسز كان بي يوتيلايزد ان ذا كلاود كومبيوتنج موديل اللي انا شغال بيه. بجانب كده في ناس بتحتاج فيرتشوال ايمج فيرتشوال ماشين كامله تكون موجوده ليهم بسيرتن اوبريتنج سيستم سيرتن باتشنج ليفل. ده بيكون برضو جزء تاني من ضمن التاسكس الموجوده على السيرفيس بروفايدر ان هو يديها لللايرز اللي فوق عشان توصل بعد كده للكونسيومرز بالصوره المتفق عليها. زي ما قلنا في عندنا الكلاود الابلكيشن اللي هي بتقدم لي سوفت وير از ا سيرفيس، دي بتستخدم مجموعه من الكلاود ابلكيشنز بيلت على الانفراستراكشر اللي تحتها كله. البلاتفورم از ا سيرفيس بتستخدم سوبر سيت من السيرفيسز الموجوده على الانفراستراكشر اللي عندنا. واخيرا بيبقى الانفراستراكشر از ا سيرفيس اللي بتستخدم ذا موست سوبر سيت اوف ذا ريسورسز افيلبل عندنا النهارده. طيب تعالوا نبص واحده واحده كده كل سيرفيس موديل من دول معناه ايه او بيمثل ازاي. طيب بالنسبه للسوفت وير از ا سيرفيس ديليفري موديل، هنا الكونسيومر يوزنج ابلكيشن. يعني ايه consumer using application؟ حد يقدر يديني مثال برضو من الحياة العملية؟ مظبوط، سيلز فورس whatever. الشوانس ذكر دلوقتي ان احنا عندنا مثلا في كلاود، اتس ا كلاود موجود على الانترنت اسمها سيلز فورس. الكلاود دي بتغنيني لو انا بعمل شركة جديدة
فيها مجموعه من السيلز مان والاكونت مانجرز المسؤولين عن المبيعات بتاعتي يوتيلايزوا الابلكيشنز الموجوده على السيلز فورس ويب سايت او السيلز فورس كلاود. ما يبقاش هو عنده الحاجه لان هو يجيب الهاردوير والاوبريتنج سيستمز والفيري اكسبنسيف سوفت وير عشان يعمل له انستاليشن وكونفيجريشن ومينتنس بعد ده كله ويديله البرفورمانس اللي هو ممكن ياخده ب اوفر ذا كلاود از ا سوفت وير سيرفيس متقدمه من ذس ويب سايت. طيب هنا في الكاركترستكس بتاع الموديل ده او مميزات الموديل ده عندنا ان انا الكونسيومر ملوش كنترول على الاوبريتنج سيستم. هو مش هيجي يقول لي والله يا كلاود بروفايدر انا عايز ان انت تعمل لي راننج للابلكيشن على يونكس بلاتفورم، حاجه لا تعنيه. هو اللي يهمه انه ياخد سيرفيس هي عباره عن السوفت وير فانكشناليتي بغض النظر عن الاوبريتنج سيستم اللي موجود عليه السوفت وير ده. بجانب كده برضو بالتالي ما بيتحكمش في الهاردوير لانه مش ملوش دعوه راننج على وات كايند اوف بروسيسورز او وات كايند اوف بلاتفورم شغال عليها. والنتورك انترفيسز الكلام ده كله مش قضيه الكونسيومر، وبالتالي دي مش حاجه تعيب الموديل، لا دي بالعكس بنعمل كده اوف لودنج للايفورت بتاع المانجمنت بتاع كل الكومبوننتس دي عن الاند يوزر او الكونسيومر اللي بيستخدم الكلاود از ا سيرفيس او السوفت وير از ا سيرفيس في الكلاود كومبيوتنج. تاني يا جماعه لو حد حس ان في حاجه مش واضحه يا ريت يوقفني ونناقش مع بعض. برضو سوفت وير يعني قصدك سوفت وير از ا سيرفيس يعني؟ ممكن يعتبر كده، بس هو مش كاركترايزد يعني يوتيوب مش قايلين لنفسهم ان هم كلاود. بس لو بصيت لها هي فيها كاركترستكس كتيره من ان انت بتستخدم سوفت وير اللي هو الميديا بلاير وبتعمل اكسس لشيرد بول اوف ريسورسز اللي هي ستورج عليه شويه فيديوز او اوديو وبنعمل لها فيوينج اوفر ذا انترنت. ففي كاركترستكس كتير. اتفضل. اتفضل. اه لا لا الفكره في ايه؟ انت عايز تجيب اجهزه عندك في الشركه بتاعتك اللي انت بتبتديها النهارده. الغرض من الاجهزه دي ايه؟ هل هترن عليها مثلا السي ار ام الكلاينت ريليشن مانجمنت بتاعك، او هترن عليها مثلا برنامج محاسبي يشوف الحسابات بتاعتك رايحه وجايه ازاي؟ فالحاجات دي كلها زي ما احنا اتفقنا سي ان انت عايز مثلا سي ار ام. السي ار ام باكجز مش رخيصه، عشان تجيب سي ار ام باكج النهارده هتجيبها بسعر مبلغ وقدره، وفوق كده هتضطر تجيب لها انفراستراكشر تشتغل عليها هاردوير اوبريتنج سيستم. بعد ما تعمل ديبلويمنت لده كله يو هاف تو مينتين ات. المينتنس هيديك والمينتنس كوست از انذر كوست يو هاف تو كونسيدر ان يور كالكوليشنز. طب بديل لده كله في عندنا ناس اسمهم شوجر سي ار ام او سيلز فورس، دول كلاودز موجوده على الانترنت ممكن تأجر من عندهم السوفت وير بتاع السي ار ام. فانت كده بتعمل ايه؟ مش في الهيدك بقى بتاعك او مش شايل هيدك ان انت تجيب هاردوير وتعمل له ابديت وتعمل له مينتننس والاوبريتنج سيستم. ليه؟ هو انت بتحتاج تابجريد الهاردوير بتاعك امتى؟ نعم؟ مش رخيصه. هي الفكره كلها يعني من ضمن الكاركترستكس زي ما قلنا انها ايه؟ ميترد باي يوزج، انت بتستخدمها. محتاج تاكسس كام ريكورد؟ يعني انا مش عارف الحقيقه الميت القياس بتاع شوجر سي ار ام وسيلز فورس بيتم ازاي، بس تعالى نتخيل ان انا عملت مثلا كلاود لسي ار ام، فانا هقول لك والله هديك باكج كان هاندل مثلا 1000 كاستمر ريكورد دي سعرها كذا. الباكج بتاعتك لو وصلت ل 5000 كاستمر ريكورد محتاج تاخد باكج اعلى. انت فروم داي 1 لما بتشتري السي ار ام باكج اتس انليميتد، فانت ممكن تدفع مبلغ كبير قوي على حاجه انت مش محتاجها النهارده. فيو باي از يو جو، لو البيزنس بتاعك ربنا اكرمك ابتدى يكبر يبقى انت جروينج معاه. تاني حاجه ودي حاجه مهمه برضو بنواجهها في كل مجالات الاي تي ديبارتمنتس في مصر، في التلكو اوبريتورز، في البانكينج، كل حاجه. الريفريش سايكل بتاع الهاردوير
خد بالك النهاردة البروسيسور بتاع السيرفر لما نزل كمان 5 سنين بينزل جنريشن تانية أحسن بكتير من اللي قبل كده، وفي نفس الوقت المينتننس بتاع السيرفر اللي موجود عندك بقى أغلى بكتير. أوفر لك إن أنت في كيس ستاديز كتيرة بنعمل، والله لا أنت أحسن لك تشتري هاردوير جديد بدل ما تجيب اللي عندك. فأنت هتشيل من على دماغك برضو الهيدك بتاع وجود البرشيزنج سايكل والديبريشيشن، الكلام ده كله هيروح من حساباتك. عفوا اتفضل. مظبوط. للجزء المحاسبي غير الجزء المحاسبي. تمام. الجوجل ابس موجوده عندنا في البلاتفورم از ا سيرفيس، لانه بيديك بلاتفورم تقدر تديفلوب عليها ابلكيشنز بالفعل. اوكي، بس الكلاود للحاجات غير النظام المحاسبي. خليني اخد الكونتاكت بتاعك واشوف شويه حاجات برضو واضحه كموديل كلاود واضح. مش عايزه يبقى كلاينت سيرفر عادي زي ما كنا بنقول عندنا في سيرفر على الانترنت بيستجيب لبعض الريكوست. انت عايز حاجه مثلا فور ساينتفك ريسيرش، صح ولا انا فاهم غلط؟ ايه مجالات اهتمامك برضو لو عندك حاجه في دماغك؟ هو مثلا جزء ميديكال. افندم، لو انا ميديكال مثلا اه مستشفى سيدي. اه تمام. بالنسبه للميديكال بارت، لما باجي اشتغل مع ميديكال انستيتيوت اهم حاجه بتبقى الشغل الشاغل بالنسبه لهم اللي هو الاتش اي اس او الهيلث انفورميشن سيستم، اللي بيعمل ريكورد لكل الريسورسز اللي عنده في المستشفى، الميديكال هيستوريز، ايفن الكات سكانز والاكس رايز بيسيب منها نسخ لو عايزين حاجات زي كده. ان انت تحتفظ بالحاجات دي بتحتاج داتابيز، باي ذا اند اوف ذا داي هتحتاج داتابيز سيرفر. داتابيز سيرفر ده مكلف ان انت تمنتين الفتره دي. فانا هشوف لك حاجه في الاتش اي اس فيلد بتكون كلاود انيبلد بحيث ان انت تقدر تاكسس السيرفيسز منها على طول. تمام. طيب الستيبل بعد كده هنروح لحاجه اسمها البلاتفورم از ا سيرفيس. البلاتفورم از ا سيرفيس دي الوضع فيها بيختلف شويه. اليوزر مش عايز بس مجرد ابلكيشن وخلاص ويبقى هو بيتفرج عليه او بيستخدمه از ا سمبل يوزر، لا هو عايز يبقى عنده القدره انه يديفلوب ابلكيشن جديد لسبيسيفيك نيدز عنده هو. ساعتها بنديله شيرد ريسورسز من الكلاود بتاعتنا، والكونسيومر او الكاستمر بتاعي هنا بيكنترول الابلكيشن اللي شغال في الانفايرمنت وبعض الهوستنج انفايرمنت فاريبلز. لو قدرنا نتخيل مثلا انه يقدر يعمل بعض الفاين تيونينج على الاوبريتنج سيستم او الران تايم او الديفلوبمنت فريم اللي هو شغال جواه، بحيث انه بنهايه الامر يبقى عنده بلاتفورم يقدر يديفلوب ابلكيشنز مختلفه عليه. في مودلز كتيره للكلام ده برضو. في جوجل ابس دي من اشهر البلاتفورم از ا سيرفيس كلاودز الموجوده حاليا، وفي فورس دوت كوم دي نقدر نقول انها سيبلينج من سيلز فورس اللي كنا بنتكلم عليها، بتقدم بلاتفورم تو ديفلوب ديفرنت ابلكيشنز برضو ان ذا كلاود كونتكست. اتفضل. Sorry. Is this Google Apps or Google Apps Engine? It's the Google Apps Engine. It's the engine. Yeah. آخر جزء هنتكلم عنه اللي هو الـ Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service Delivery يبقى الموضوع الـ Customer Advanced قوي لدرجة إن هو محتاج نقدر نقول full fledge of هاردوير انفراستراكشر. اسف جدا، اتفضل. انت بتديفلوب ابلكيشنز؟ انا مش بتديفلوب بس بارت اوف التيم. تمام، اوكي. انت محتاج انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت تشتغل جواها وتبقى عارف الدي ال الز او الشيرد لايبرز بتاعتك والحاجات دي كلها. ده بنسميه البلاتفورم از ا سيرفيس. بتحتاج احتياجاتك دي موجوده في الموديل بتاع البلاتفورم از ا سيرفيس. بينما لو انت راجل يوزر بس تستخدم الوورد والاكسل، مش محتاج تعمل بروجرامنج للوورد والاكسل، هتستخدم السوفت وير از ا سيرفيس. يعني السوفت وير از ا سيرفيس بيدي لك فاينل برودكت تستخدمه، ابلكيشن شغال. البلاتفورم از ا سيرفيس بيديك ديفلوبمنت انفايرمنت كامله تقدر تديفلوب فيها ابلكيشنز. يعني البلاتفورم از ا سيرفيس ده مختص بديفلوبينج ابلكيشنز ايا كانت
يعني لو انت احتياج يعني مثلا حد هيفتح مجال شغله ان هو يديفلوب ابلكيشنز للموبايل بلاتفورم، فبنديله شيرد بول اوف ذا ريسورسز اللي تمكنه من ان هو يديفلوب ابلكيشنز لسيرتن موبايل موديل اللي هو شغال عليه او اوبريتنج سيستم اللي هو شغال عليه. لو واحد عايز يعني بيعمل مثلا اونلاين بلاتفورم producing video يعني يعمل فيديو editing وحاجات زي كده. ده محتاج ان هو ياخد platform as a service، او ممكن يبقى هو عنده ready made applications للفيديو editing فياخد infrastructure as a service. الانفراستراكشر as a service دي بتقدر تقول بتأجر له سيرفر، بس هو ما عندوش فكرة او مش مسؤول ان هو يتخيل يفهم السيرفر ده موجود فين وكم بروسيسور. هو by the end of the day بيروح يطلب في الانفراستراكشر as a service انا عايز this number of cores running of this architecture x86 risk epic whatever، وبعد كده بيطلب this amount of memory to be assigned لي، وهو بيتولى ساعتها managing the infrastructure بتاعته كلها. اتفضل. سرعة ايه؟ يعني سرعة الديبلويمنت وال يعني بعد مثلا سيرش انجن اوكي ان انا احطه على الكلاود هيبقى اسرع ولا ان انا اخد ديديكيتد سيرفيس؟ انا مش فاهم برضو السرعه من ناحيه ايه؟ يعني بروسيس يعني السرعه اللي بتطلع ديبند في الاخر، ما هي في الاخر والاول ديبندنج على الانفراستراكشر اللي حضرتك واخدها. يعني فور اكزامبل لو حضرتك طلبت مثلا ان انت تشتغل على 4 كورز و16 جيجا ميموري، لو رحت تأجرها في infrastructure as a service cloud او في data center you are getting the same performance. وبس الفكرة ان انا احس ان ده هيبقى متنطر في حتة مختلفة. ما هي دي الفكرة. حضرتك عارف المالتي كور طلع ليه؟ او يعني ايه الفكرة ورا المالتي كورز؟ المالتي كورز طلعت نتيجة اليوتيلايزيشن بتاع الريسورسز بتاع الكمبيوتنج باور بتاعت السيرفر. لما عملوا ستاديز كده في حوالي 2003 لقوا اليوتيلايزيشن قليل بصوره مرعبه، 15 ل 25%. بمعنى اخر ان 75% من السايكلز بتاعه السي بي يو، 75% من الريسورسز بتاعه الميموري رايحه مش بستفيد منها. هنترجم ده لفلوس. لو بدفع مليون دولار النهارده في سيرفيس او في سيرفر فارم انا بستفيد ب 250 الف بس. من هنا نشات فكره الفيرتشوالايزيشن والفيرتشوال ماشينز والمالتي كور عشان نستخدم الريسورسز بصوره افيشنت اكتر. بمعنى حضرتك عايز تعمل ديفلوبمنت ما هو حضرتك بتسبيسيفاي انت عايز الانفراستراكشر اللي هترن عليها عامله ازاي. ديفرنت سيبريت ماشينز اند ذي كان ران ان بارلل لايك ا بارلل الجوريثم فور اكزامبل. لو هتشتغل مسج باسنج انترفيس وات ايفر الموديل هيشغل بيه يو كان ديبلوي ات اون سيفرال ماشينز. يعني في الحياه الواقعيه عشان تعمل البارلل بروسيسنج هتجيب اكتر من فيزيكال ماشين جنب بعض هوكد اب على سيرتن نتورك وندبلوي عليهم. في الانفراستراكشر سيرفيس موديل هتطلب اساينمنت للنمبر اوف ريسورسز، دول از ماشين دول از ماشين، انت حضرتك مش عارف هم موجودين فين بس از فيرتشوال انفايرمنتس دي ار انتراكتنج مع بعض. جاوبت سؤالك؟ طيب اوكي اتفضلي. اما ما سمعتش جزء. ال في بي اس هوست ده هوست انا كده باخد الهوست وارفع عليه الداتا بتاعتي. ايوه باخد ريموت الجهاز واقدر اتحكم بالاوبريتنج سيستم وان انا احطه واحط البرامج اللي انا عايزاها وارفع اعمل هوستات. ازاي قريب لده؟ ده قريب لي بالفعل. يعني الفكره كلها باي ذا اند اوف ذا داي انت قدرتي تستخدمي ريموتلي مجموعه من الريسورسز او الكمبيوتنج ريسورسز السي بي يو والستورج والميموري. افندم لو في اي اس او حاجه بقدر اتحكم فيها الابلكيشن بول والحاجات دي كلها بقدر. ما هو دي خلاص بقت ليتس سي ان انت اجرتي المكنه دي ولما حضرتك تنتفي حاجتك ليها خلاص مش عايزاها اني مور بتقولي للكلاود بروفايدر شكرا انا مش محتاجاها، هيعمل ريليز للريسورسز ويدخلها في البول بتاعه الشيرد بول بتاعه ويعمل لها اساينمنت لاذر كلاينتس. بدأ الهيستوري بتاعه از انفراستراكشر سيرفيس من زمان من اول ما الهوستنج بدأ
بص هو الواقع الامر محدش مش مجموعه جت قعدت من الناس وقالت لك تعالى نديفاين انفراستراكشر از سيرفيس وبعد كده ايه ده طب تعالى ناخد منها بلاتفورم از سيرفيس وبعد كده ناخد سوفت وير. ده ما حصلش. الدنيا حصل لها ايفولفنج مع بعضها وابتدت الناس تميز بعد كده السيرفيس بروفايدرز دول. الراجل ده بيقدم لي سوفت وير سيرفيس، طيب كويس، اذا ده الاستيك ات كان بي ميترد دي ديليفرد اوفر ذا انترنت، انا ممكن يبقى في عندي برايفسي. هنشوف قدام شويه البرايفسي بيحصل ازاي. طب دي حاجه شكلها كلاود، واخد بالك بالظبط الكاتيجوري يعني اللي حصل بالظبط ان مش ناس قعدت قالت احنا هنعمل حاجه اسمها كلاود وهنديفاين ات 1 2 3. لا، اللي بيحصل ده كله بنحاول نحط ستاندردز او فريم من خلاله نوصف الكلاودز بتاعتنا المختلفه عامله ازاي. يعني الكلاودز كانت موجوده بس بنحاول نديسكرايب ات. هو انا ما اعرفش جوجل بتدي بلاتفورم از ا سيرفيس ولا لا، سوري انفراستراكشر از ا سيرفيس ولا لا، بتدي بلاتفورم از ا سيرفيس في الابلكيشن ديفلوبمنت. اوكي، فلو انت هتاخد من فيندور ما ايا كان الفيندور ده انفراستراكشر از ا سيرفيس، انت ليك مطلق الحريه. انت مجرد واخد شويه كورز وشويه ميموري وستورج سبيس، يو هاف تو ان انت تامبلمنت بقى الاوبريتنج سيستم بتاعك ابلكيشنز وات ايفر. يا لايسنس يا اوبن سورس يعني لو لايسنس او انا لو بتكلم على اللايسنس انا اونستلي سبيكينج ما اعرفش المونيتورنج بيحصل ازاي، بس يعني وي هاف ان ايثيكال كود ان احنا ما ينفعش نستخدم سوفت وير مش لايسنس. لا انا عارف، بس انا اقصد في حاله البلاتفورم از سيرفيس انا بتاع لايسنس ولا حاجه، ان لو اوريدي حاجه كلها خلاص دي لايسنس من عنده. بالظبط، يعني في الابلكيشن نفس الحاله كده هتبقى حاجه بتاعتي انا. مظبوط صح مظبوط. بس هي ما انا قلت لك انا ما اعرفش الموضوع اللي تشيك ده بيحصل ازاي. في يعني نقدر نقول ethical code of conduct كده بنقول لا يعني you have to be honest ان انت تحط الحاجه اللي هي licensed. اتفضلي. لا ممكن تعيد السؤال بس ما استوعبه. اوكي ليه؟ عشان طيب في حاجه تعالج الحته اللي انت بتتكلمي عليها اللي هي السكيورتي او الداتا برايفسي بتاعتك، دي هنشوفها قدام شويه. بس برضو ارجع واقول لك حاجه، من ضمن الاس ال ايز والكونتراكت اللي انت بتعمليه مع السيرفيس بروفايدر يو كان سيت الباوندريز. الداتا بتاعتي كانوت بي اكسسد، الداتا بيس بتاعتي كانوت بي اكسسد. ممكن مفيش مشكلة خالص. طيب زي ما قلنا في الانفراستراكشر از سيرفيس ده ذا موست فاندامنتال. سوري اتفضل. حاضر، لو هي كفر وهقول لك. اتفضل. الماتوريتي ليفلز انت قصدك سي ام ام اي كومبلاينس يعني ولا لا؟ انا مش هتكلم على انا بتكلم على البيزك كونسبتس. لا ولا كلاود فاينانس. كلاود فاينانس لا مش في السكوب بتاعي النهارده. انت بتتكلم على الماتريكس والبي يوزج ازاي يمشي ازاي والسكيمز. لا لا انا النهارده بقدم البيزكس بس معذرة. اوكي في سؤال تاني؟ طيب زي ما قلنا في الانفراستراكشر از سيرفيس بناخد الموست فاندمنتال كومبوننتس او الموست فاندمنتال كومبيوتنج كومبوننتس وبناء عليها بنقدر نبني اور اون فول ماشين بالاوبريتنج سيستم. انت زي ما انت شايف الكونسيومر كان كنترول اوبريتنج سيستم الستورج الديبلويد ابلكيشن والنتوركينج الانترفيسز يو نيم ات اوف ذا فاندمنتال ريسورسز ذات في افيلبل. مين بيقدم الانفراستراكشر از سيرفيس النهارده؟ طبعا دول مش كل الناس، انا اخترت تو اكزامبلز عن كل سيرفيس موديل. ففي هنا الامازون ويب سيرفيسز اللي هي الاليستيك كومبيوتنج كلاود فيرجن 2 و 3 تو امازون،
وفي تيرامارك، دول مشهورين في الناحية الشمال من العالم اللي هم أمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية، بيقدموا a wide pool of resources that can be utilized for the infrastructure deployments. الصورة دي بس أنا حابب أحطها لكم كده نقدر نبص بيها. زي ما قلنا في عندنا basic set اللي هي ال SaaS software as a service. الست الأكبر منها أو super set عنها اللي هي ال platform as a service. السوبر the most super set is the infrastructure as a service. أنا بتكلم هنا in terms of الكنترولابيليتي بتاعت الكونسيومر، او هو بياخد ريسورسز قد ايه بجد، من اول ما بياخد ابلكيشن لغايه اما ياخد ميموري شانك ومعاها نمبر اوف كورز وستورج سبيس يشتغل عليه. طيب ديبلويمنت مودلز، احنا خلاص عرفنا السيرفيسز اللي بنقدمها الكلاود، او الكلاود بتقدم سيرفيسز عامله ازاي، هاو يعني ذا كلاود از ديبلويد ان ذا ريل وورلد. الديبلويمنت مودلز فيها والله ناس اختلفت هنا شويه، في ناس بتتكلم عن 3 مودلز وفي ناس قالت لا هم 4، فانا احب اوضح لكم الاربعه مودلز، بس اشهرهم هم البابليك والبرايفت والهايبرد كلاود. الكوميونتي كلاود فيري ليميتد امبلمنتيشنز، مش كتيره قوي، بس برضو وي هاف تو ان احنا نفهم ايه الموجود في الكوميونتي كلاود. طيب البابليك كلاود بتبقى زي ما واضح من اسمها اتس بابليك، مفتوحه للناس كلها، بس مش معنى انها بابليك انها فري، يعني لازم نفرق انها ممكن تكون فيها حاجات فري، بس وي هاف تو اندرستاند ان احنا عندنا بعض اليوزج كونسترينز اللي موجوده عليها. في برضو من ضمن الحاجات اليوزر داتا مش بتبقى في كل البابليك كلاودز بابليكلي افيلبل، ده جوابا للحته بتاعت الداتا بيز اللي هي محتاجينها لوحدها على جنب. فنرجع تاني نقول ان ممكن البابليك كلاود از بابليكلي اكسسبل، يعني ممكن هويفر عنده القدره انه اكسس بيتفق مع الكلاود بروفايدر ويقدر يعمل اكسس ويوتيلايز ات وريفر سيرفيس هو عايزها، سوفت وير بلاتفورم انفراستراكشر. بعد كده في حاجه اسمها البرايفت كلاود. البرايفت كلاود بتدينا الفيتشر ان انا ممكن احط الكلاود بتاعتي كلها بيهايند ماي فاير وول وتبقى سيلف كونتيند في الانتيتي بتاعتي. طيب مين بيعمل حاجات شبه كده؟ say for example شركة كبيرة زي GSM operator. GSM operator عنده أقسام كتير قوي، مش قسم واحد بس، الـ IT مش عنده مجرد الـ IT department صغير. فلو تخيلنا مثلا ان في GSM operator عنده ناس مسؤولة او في systems مسؤولة عن الراديو department او الـ wireless communication، قسم مسؤول عن الفاينانس، قسم عن HR، وقسم عن customer relationship management. الحاجات دي كلها لو كل قسم بيشتري لوحده، الكلام ده كان موجود لغايه سنه 2006، كان كل ديبارتمنت شغال مع نفسه والبادجت بتاعته وكده. في تلك اوبريتورز كبار في الريجن دلوقتي ابتدى عندهم الماتوريتي كفايه انه يقول لك ايه لا، طب ما الراجل ده بيشتري ريسورسز قد كده ويستخدم منها 60% بس، والراجل ده بيشتري ريسورسز قد كده ويستخدم منها 110% ويرجع يقول لي ناقصني ريسورسز، لا انا هجمع الناس كلها يقعدوا مع بعض ونتفق ونعمل كلاود اوف ريسورسز وندبلوي ات بفيرتشوال ماشين انفايرمنتس لو ايفر ديبارتمنت عايز حاجه. اتفضل. اكتر الناس اللي بتعمل امبلمنت كلاود لا لما فودافون عايزين يعملوا كلاود بيكلموا هويفر عنده كابابيلتيز انه ديليفر كلاود، اتش بي، اي بي ام، اوراكل، الفندرز دول بيروح يعمل يقول له والله انا عندي 1 2 3 كابابيلتيز، الكلاود بتاعتي از كوكت باي ذس مانيوال، بقدر ابني الكلاود بتاعتي وبقدم لك ذس سيت اوف سيرفيسز عليه. انا في اتش بي عندنا في كلاود امبلمنتيشنز وموجودة في الريجن هنا عندنا برضو، مش في مصر لسه، بس في حاجات موجودة في الريجن كلاود كومبيوتينج برايفت كلاود موجودة بيزد على اتش بي سولوشنز. لا اتس كاستمايزد، يعني انا عندي بيبقى عندي بيل اوف ماتيريال بتاعتي واسعة قوي او نسميها المنيو، ومن المنيو دي بتسلكت وريفر بقى ابلكيشن. زي في ناس مثلا بتحتاج ان كل الانفايرمنت بتاعت الكلاود تبقى ويندوز بيزد او لينكس بيزد، في ناس تقول لك لا انا عايز هيتروجينيوس، عايز لينكس ويونكس ويندوز، فكل الحاجات دي
باي ذا اجريمنت مع الكاستمر اكوردنج للاربع ديبارتمنتس اللي قعدوا مع بعض واتفقوا هم عايزين يعملوا كلاود ازاي. عفوا. طيب يبقى كده زي ما قلنا الكلاود بتاعتي في البرايفت كلاود behind my firewall under my own full management انا اللي بتحكم فيها وانا اللي باكسباند الريسورسز بتاعتها النهارده والسنه اللي جايه ولها مينتيننس وسبورت وكل الكلام ده. طبعا بينهانس السكيورتي والريزيلينسي بتاعتي لان انا نقدر نقول عندي الابر هاند في الكنترول على الكلاود دي. سؤال؟ طب انا باخد ايه من الكلاود؟ يعني باخد كده ايه من الكلاود؟ الحاجه بتاعتي عندي. الحاجه بتاعتك عندك بس انت بتدي عندك internally finance department HR department. يعني تخيل انت الراجل بتاع الاي تي في الانتربرايز اكس واي زد عنده اقسام. يعني حضرتك تقصد ان الهاردوير موجود عندي انا بس انا باكسبوزه internally لكذا حاجه. الهاردوير والسوفت وير والانفراستراكشر بتاعتك او البلاتفورم بتاعتك. يمكن ان انت تخلي البرايفت كلاود بتاعتك فيها انفراستراكشر للناس بتوع الانجنييرنج. هتدي له مكنه فيرتشوال ماشين هو ينزل عليه اوبريتنج سيستم بالباتشز بالانجينيرنج ابلكيشن اللي هيشتغل عليه. انا في الحاله دي كان انا بقيت انت البروفايدر كلاود فيندر. يعني بالظبط انت البروفايدر. تاني الكلاود هاف تو بي ميترد باي يوزج صح. الامبلمنترز او الفندرز اللي بيقدموا كلاود بيقدموا معاها ماتريكس بتقدر من خلالها تحسب والله الديبارتمنت ده استهلك قد كده ريسورسز النهارده كورز استهلك قد كده ابلكيشن لايسنسنج وات ايفر وفي الاخر تقول الكوست بتاعت الديبارتمنت ده على الاي تي انفراستراكشر قد كده. فالحاجات دي كلها موجوده فانت يعني نقدر نقول ان احنا البيزنس زي ما كنت بقول لك دلوقتي البيزنس ماتيوريتي هي اللي وصلتنا لكده. زمان كان كل واحد شغال في مجاله لوحده وبيطلب حاجته اللي هو شايف ان هو محتاجها بينما ممكن اتنين يشير يعملوا شيرنج لسيرفر واحد وياخدوا بيه الفانكشناليتي كلها فالكوربت از اول وفرت. يعني انا باخد هنا الموديل نفسه بتاع الكلاود. طب هل مثلا الـ يعني بقى شركات كبيره زي مثلا جوجل وورك او اتش بي او كده هم بييجوا يمبلمنتوا الكلام ده عندي انا ان هاوس ولا انا اللي بعمله موديل نفسه كده؟ لا بيبقى في امبلمنتيشن سيرفيسز لان انت اللي بيحصل ايه انت لما تخيل مثلا النهارده جينا نعمل كلاود امبلمنتيشن من الاول خالص فقلت والله انت محتاج السيرفيسز 1 2 3 بالاوبريتنج سيستمز 1 2 3 السوفت وير الحاجات دي كلها بحط لحضرتك الهاردوير انفراستراكشر بتاعك اقول لك انت محتاج قد كده سيرفرز قد كده ميموري والكونكتيفيتي بينهم عامله ازاي وبعد ما نعمل الكلام ده بنديبلوي الاوبريتنج سيستمز اللي اتفقنا عليها ونشوف الفيرتشواليزيشن بيحصل ازاي ونشوف الابلكيشنز تو بي انستولد على الفيرتشوال انفايرمنتس دي ازاي وبيبقى في سيرفيس كاتالوج في الاخر بيقول لك انت عندك سيرفيسز 1 2 3 مقدمه من الكلاود دي ويوزد باي ذيس ماتريكس ان انت لو استخدمت مثلا دي لمده كذا يبقى الكوست بتاعتها قد كده اوف ذا انفستمنت اللي احنا حطيناه في الكلاود بتاعتنا. وضحت الصوره كده؟ طيب طيب زي ما قلنا هنا احنا بننهانس زي ما قلنا احنا خدنا الكلاود از ا كونسبت حطيناه عندنا في البرايفت. في حاجة مهمة يا جماعة أنا مش بتكلم على الدليفري مودلز والديبلويمنت مودلز as a separate entities بمعنى آخر البرايفت كلاود كان بي انفراستراكشر as a service أو سوفت وير as a service أو بلاتفورم as a service بس مجرد إنها موجودة جوه البريمسز بتاعتي أندر ماي كنترول أنا اللي متحكم فيها وعمل لها ديزاين دي بتاعتي بقت برايفت بس فدول مش حاجتين متضادتين. الكوميونتي كلاود ده اذا زي ما قلت لكم اذا فيري يعني انكومن او مش مشهور قوي زي الثلاثه الباقيين. الكوميونتي كلاود دي بيبقى مجموعه من الناس ليها اهتمام معين. تخيلنا مثلا مجموعه باحثين في الامراض المستوطنه مثلا في مصر فدول منتشرين في جميع انحاء الجمهوريه ومحتاجين ريسورسز عشان يحصل فيها الكمبيوتنج نيدز بتاعتهم كلها بديفرنت اناليسز للعينات اللي بيجمعوها هيستوري تراكنج وريفر الحاجات دي كلها فبيقدروا مثلا من ضمن الديبلويمنت مودلز ان هم يبقى عندهم الكوميونتي كلاود بتاعتهم دي حاجه ريليتد للكوميونتي بتاعتهم هم بس الابلكيشنز اللي عليها فيري سبيسيفيك ليهم محدش تاني هيحتاج يستخدمها ولا هيحتاج يعمل لها اكسس. طيب الهايبرد مودل او الهايبرد كلاود از ذا موست common cloud implementation
في الـ 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 الوضع الحالي اللي احنا فيه. الهايبرد زي ما هو واضح من اسمه بيميكس جزئين البرايفت والبابليك، برايفت كلاود وبابليك كلاود. تبقى بابليك فين وبرايفت فين؟ تخيل النهارده دي حاجة احنا عملناها مع تلكو اوبريتور في ليفونت، الراجل الانترنال داتا والانترنال بروسيسنج بتاعه كله محتاجه في برايفت كلاود عشان مش اي حد من اليوزرز يقدر يعمل اكسس، وفي نفس الوقت الراجل ده محتاج يدي ابلكيشن على الموبايل بلاتفورم اللي هو بيبيع الخطوط بتاعتها والديتا كوميونيكيشن عليها از ا سيرفيس لليوزرز. فعمل برايفت كلاود جوه مقفوله دي فيها الديتا بتاعته سيلف كونتين بيهايند ذا فاير وول، محدش يقدر يعمل لها اكسس غير الاوثرايزد بيبل بس، وجزء تاني من الريسورسز شيرد برضو في بول ده سماه بابليك كلاود بيقدر يقدم من خلاله السيرفيسز المختلفه اللي هو عايزها. اتفضل اتفضل. عندك الكنترول عليها الوحيد اللي هي كنترول عليها. مظبوط. يعني ممكن تكون البرايفت كلاود دي بتاعتي عند الشركه. مظبوط. الشركه اللي بتمبلمنت الكلاود برضو. مظبوط. بس الريسورسز بتاعتها دي مش بتروح للبولز تاني، محدش تاني يقدر يستخدمها غيرك، وفي سيرفيس ليفل اجريمنت وكونتراكت انت عامله مع البروفايدر ده، سكيورتي ميجرز، الداتا انتجريتي بتاعت الحاجات، الباك اب بوليسي، الحاجات دي كلها بتتم باي يور اون مانجمنت، وهو مجرد ان هو بيخلي الهاردوير عنده كانك مأجر عنده جزء من الهاردوير يعني. تمام. انا كده خلصت الحاجات اللي كنت عايز اغطيها النهارده، فلو حد عنده اي اسئله ممكن نجاوب عليها. طيب استاذنك اتفضلي. تمام. او ايام دي فعلا بتكت الكوست ولا انا اجيب الريسورسز بتاعتي عندي احسن؟ لا، في ما احنا مش هنقدر نقول كده في المطلق، انما في بريك ايفن بوينت اللي عندها بقول والله انا احسن لي اشتري السيرفر واخليه عندي واستحمل الهيدك اللي هعمله للمينتنس والابجريدز بتاعته عن انا اروح اجر كلاود. لازم 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 ابقى عارف كلاود ولا مظبوط. مظبوط. اتفضل. هو السؤال ممكن يكون فيوتشرستك شويه بس جه على بالي لما اتكلمت عن الموضوع ان احنا نحاول نفكر اليوتيليتي. اتفضل. يعني احنا ممكن نخلي بقى اسمها مثلا كمبيوتر بروسيسنج اوبريتور زي ما في سيل فون اوبريتور. بمعنى اخر احنا ممكن نقضي على السوفت وير بايرسي عن طريق ان احنا نفيرشواليز السوفت وير زي الفوتوشوب 3 دي ماكس مايا الحاجات في يوم من الايام. مظبوط. تبقى الاجهزه اللي في البيوت عباره عن تيرمينالز مش اكتر من كده، ما فيهاش هارد ديسك او سمول هارد ديسك. هي ناويين يعملوها في يوم من الايام دي، انا متاكد من كده لان انا قريت حاجات عن كده. عفوا. انما هي كانت متخطط لها من الاول؟ لا، تاني الموضوع ايفولفد يا جماعه مره واحده، وبعدين ابتدينا نعمله الجفرنس بتاعه او نعمله الحوكمه بتاعته. فانت معاك حق طبعا. اتفضل. قول لي هي ويب بيست ابلكيشن ولا ديسكتوب ابلكيشن ولا موبايل ابلكيشن؟ معنى ان انا ممكن احط موبايل ابلكيشن وزي ما حضرتك قلت الجزء يبقى برايفت والداتا بتاعتي الناس اسرار بس هتخش، والجزء الببليك ان الناس تيوز الموبايل ابلكيشن. هل ده معناه ان انا ممكن اعمل سيت اب ديسكتوب ابلكيشن على الكلاود بتاعتي؟ طبعا. واليوزر اللي يستخدموه سي مايا مثلا. انت لو خدت انفراستراكشر سيرفيس بتاخد فيها مجموعه من الريسورسز اللي هي السي بي يو باور وميموري ستورج هارد ديسك قد كده والكلام ده كله بتأجر جهاز. بالظبط. بس الميزه بقى في التأجير ان انت بتبقى ايه اوف لودد من دماغك ان الجهاز ده كمان خمس سنين هيقدم فهتضطر ترميه. خلاص، ما بتاع حد تتأجر منه زي ما بتأجر عربيه. بالظبط. تستخدمها تاخد الفيتشرز بتاعتها كلها النهارده، ولما بترجعها للمالك يبقى خلاص هتأجر عربية غيرها. طب هل انا لو عامل مثلا عملت سيت اب ويب ابلكيشن هل ينفع اعملها امبيد في ويب سايت معين؟ بمعنى ان انا انت لو عندك الابلكيشن اللي انت عملتها دي على البي سي بتاعك في البيت هتقدر تعمل لها انتجريشن؟ بالظبط بنفس الحاله.
انت من هنا الانفراستراكشر اللي انت واخدها ليها كونكتيفيتي مع الانترنت بصوره او باخرى، كانك عندك جهاز في البيت بترفع من خلاله الحاجه اللي انت عايزها تحطها على الويب. تمام، اتفضل. تمام. اه مش هروح اقول لاوراكل اعمل لي كلاود ليه؟ الفكره هل السيرفيس بيديها ليميتيشن بالروح؟ الفكره في ايه؟ يعني انت موديل مثلا كان بيقول لا بنستخدم مايكروسوفت سي شارب الداتا بيس بتاع لا ما حدش بيقول كده، لان الانتيتي اللي بتديك الكلاود ديزاين والكلاود امبلمنتيشن مختلفه عن الانتيتي اللي بتبيع او بتديزاين وبتعمل الاذر سوفت وير اللي انت بتتكلم عنه. الانتجريشن بقى دي، ما هو انت في الاخر انت هتاخد مثلا سي فور اكزامبل هتاخد كلاود من اي بي ام، فبتروح تاخد من اي بي ام الكلاود بالبروسيسورز الفلانيه بالميموري كونفيجريشنز الفلانيه، يو هاف ذا رايت ان انت تنستور عليها وات ايفر اوبريتنج سيستم انت عايزه. سؤال، انت لو عندك بي سي في البيت النهارده او سيرفر جايبه من اي بي ام او من اتش بي او من ديل او من اوراكل، تقدر تنزل عليه الكومبوننتس اللي انت بتتكلم عليها بتاعت اس كيو ال مثلا؟ في ريستريكشن؟ بس هي الحكايه كده، هو في الاخر بيديك الهاردوير بتاعه في صوره الاستيك شيرابل كان بي ميترد ويديها لك ويسميها لك كلاود. اتفضل. يعني ممكن تعلي صوتك بس شويه؟ مظبوط. You can design this على الكلاود. اه يعني انت بتاخد مثلا في الكلاود مجموعه من الريسورسز دول يبقوا هم الداتابيز ماشينز بتاعتك. انت بتتكلم على الشركه بتاعتك انت او البروجكت بتاعك؟ ما هو بالظبط. لا صح، يعني الفندرز الكبار عامه اللي في الفيلد بتاع كلاود هم عندهم الكلاود بتاعتهم، هو الكلاود بتاعته زي ما قلنا في برايفت كلاود وفي بابليك كلاود. ممكن تمثلها بانها الكلاود هو تطور الفيرتشواليزيشن اوفر ذا تايم. عفوا اتفضل. اتفضل. ايجار، فهتوقف الايجار و تمام. طب انا كان هيبقى ايه البنفيت لو انا كنت بدل ما اخد الداتا دي سيرفر ده رام كنت خدت رام للكلاود؟ المانج سيرفيسز اللي انت قلت عليها بس ده الفرق، مش انت لما جيت ايفالويت كان في كده. فبمعنى اخر يعني انت كنت هتلاقي حد يعمل لك مينتننس او تيكينج كير اوف يور كلاود اللي هي شويه سيرفر وعليه شويه ابلكيشنز ومانج سيرفيسز، عن ان انت واخد سيرفر انت مسؤول عنه تماما.
زي ما تكون مأجر عربية، مأجر عربية بسواق. الموضوع بيمشي كده. طيب اتفضل. افيلبل. مش احنا قلنا كلاود الاستيك؟ من ضمن الفيتشرز بتاع الكلاود مانجمنت او اوركستريشن ان هو يستوعب زياده هاردوير ريسورسز اللي دخلها في البول بتاعته، زي ما بيستوعب ان انت بتخرج هاردوير ادم من الكلاود. باشمهندس اتفضل. هو انا بس كنت عايز يعني نفس الكيس اللي هو كان باشمهندس بيتكلم عليها، يعني انا ما اقدرش اقول لك ان مفيش حاجه اسمها ما في يعني الاند يوزر فيلينج بتاعه هيبقى عامل ازاي. بص هو يعني الكيس اللي انت بتتكلم فيها دي جه في دماغي فكره، يعني انت لو انت عندك السيرفر نفسه بتاعك انت في شركتك ومحتاج تعمل ابجريد، فانت هتطفي السيرفر ده وتابجريد للسيرفر الجديد. في الرينتنج برضو ممكن يحصل حاجه زي كده. في الكلاود الموضوع ممكن يبقى من ضمن السيرفر ليفل اجريمنت ان انت بتقول له اديني بول بارل اشتغل عليه لغايه ما اتاكد ان كل حاجه استابلايز وروح بسويتشنج ما بين دي ودي. ممكن برضو يحصل في السيرفر، لو انت بتأجر سيرفر ممكن تاخد سيرفر يعني as long as in the service level agreement مع الفندور بتسمح لك بكده.